طيب لسه مكملين مع حضراتكم، والحقيقه ان الدوله زي ما كان بيتكلم شاذلي بتستعين دايما بشركات دوليه كبيره عشان تنفذ عدد من المشاريع المهمه. بيكون اهم دايما بنود التعاقد هو نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، وان يكون المكون المحلي نسبته كبيره عشان مصر تقدر انها تمتلك القدره التصنيعيه والتكنولوجيه، خاصه في الصناعات الثقيله والمتطوره زي صناعه القطارات الكهربائيه. توطين التكنولوجيا في قطاع الصناعة هو أحد أولويات الدولة، خاصة في ظل امتلاك مصر حالياً كل مقومات نقل التكنولوجيا المتطورة بأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، مما يساهم في فتح أطريق أمام التصدير إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر. ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي، بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية والتنمية الاقتصادية وشركة نيرك وشركة هايونداي روتم الكورية الجنوبية، لتبدأ مصر أولى خطوات تصنيع حقيقي للوحدات المتحركة المترو ووسائل الجر الكهربائي. ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح بالنسبة للتوطين للصناعة المحلية تصل إلى 25% في غضون عامين، ونسبة 50% من التوطين بعد 4 أعوام، ثم تصل إلى 75% خلال 6 سنوات. وتضمنت بنود المذكرة الدعم الفني ونقل التكنولوجيا التي سوف يقدمها هايونداي روتم إلى نيرك. وكان مجلس الوزراء وافق على مقترح إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع القطارات في بورسعيد ضمن خطة توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر، خاصة عربات مترو الأنفاق والسكة الحديد، على أن يتم الاستفادة بتجارب الدول الأخرى، بحيث يكون هذا المصنع مزود بأحدث تكنولوجيا تصنيع القطارات.